تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الجديد. هذا الحوار يدور حول رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الكلمة الافتتاحية كانت كلمة جامعة شاملة. تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من المعطيات الأساسية، عن الآباء الذين كان لهم الدور الأكبر في القارة الإفريقية، الزعيم المصري الراحل الرئيس جمال عبد الناصر وعن كروما ونيلسون مانديلا. تحدث كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور القاهرة في حركات التحرر السياسي لكل الدول الإفريقية تقريبا. أعلن كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق آليتين جديدتين تطلق مصر من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي، المركز الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية وإطلاق منصة أسوان للسلام والتنمية. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خاطب الشباب والمرأة في كلمته انطلاقا من الوعي السياسي المصري بكل قضايا القارة الإفريقية. كذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الضغوط والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية كالفقر والإرهاب والنزاعات وغيرها من المشاكل الأساسية، وطرح رؤية القاهرة في التعاون مع الشركاء الدوليين شركاء إفريقيا، وقال أن شركاء إفريقيا لديهم فرصة حقيقية للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة من خلال إفريقيا. الكثير من النقاط مطروحة مع حضراتكم في هذا الحوار الذي أرحب فيه بضيفي في هذا الحوار الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية. دكتور منورني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. ابقوا معنا مشاهدينا. منذ خمسينات القرن الماضي أصبحت السياسة الخارجية المصرية إحدى أقوى الأدوات في تحقيق المصالح القومية المصرية وطموحاتها الإقليمية. الكفاح السياسي ضد الاستعمار الذي صدرته مصر عقب ثورة 23 من يوليو كان محورا مهما في سياساتها الخارجية مع قارتها الإفريقية آنذاك، حيث كانت القاهرة وجهة أساسية لكل الحركات الإفريقية الساعية للاستقلال والتحرر الوطني من الاستعمار. ومع انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي 32 التي تتولى مصر رئاستها خلال عام 2019، تبرز سياسة مصر الخارجية تجاه قاراتها الإفريقية التي ترتكز على حشد الجهد الدولي وراء الأولويات والاهتمامات الإفريقية وكيفية تفعيل برامج تنمية القدرات والبنية المؤسسية الإفريقية. ويأتي على رأس هذه الأولويات تعزيز جهود تحقيق التكامل الإقليمي في إفريقيا عبر تطوير البنية التحتية الإفريقية من خلال تعظيم المشروعات العابرة للحدود وتشجيع الاستثمارات، خاصة المشروعات المدرجة على رأس أولويات الاتحاد الإفريقي كمشروع ربط القاهرة بريا بكيب تاون ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، دفع الاندماج القاري عبر تسريع وتيرة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يعد أيضا أحد أهم أولويات الاتحاد الإفريقي. وفي هذا الإطار أعلن الرئيس السيسي إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال عام 2019 ليكون منصة إقليمية وقارية لبحث آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام ويشكل فارقا ملموسا في حياة الشعوب. أعود وأرحب بحضراتكم مشاهدين الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي في هذا الحوار الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية. دكتور منورني مرة ثانية، أهلا وسهلا. بداية الحديث يدور بكل تأكيد حول أبرز النقاط الأساسية التي جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي. دعني ألتقط الكلام من حضرتك في مقدمة الحلقة، وربما السيد الرئيس اليوم كان يتحدث حينما ربط الماضي بالحاضر، حينما تحدث عن أجندة 2063 المستقبلية للقارة الأفريقية باعتبارها هي خطة العمل الذي تتحرك به مصر بالتعاون مع مفاوضات الاتحاد الأفريقي ومع الشركاء الأفارقة لمستقبل القارة. وفي ذات الوقت لم يغفل
الماضي الكريم لقارة أفريقيا، وخاصة حينما توقف عند الأباء العظام، دائما نسميهم الأباء المؤسسون أو الأباء العظام في تاريخ القارة الأفريقية، ويأتي على رأسهم الزعيم خالد ذكر جمال عبد الناصر ونكروما ومانديلا وكايتا وسيكوتوري، كل هذه الأسماء وبمبيلا أيضا من الجزائر، كل هذه الأسماء العظيمة التي أعتقد أنها أسهمت بشكل كبير في تأسيس الاتحاد الأفريقي عام 1963. أنا أتصور أن هذه الإشارة المصرية لها دلالة مهمة حينما تلامس العقلية الأفريقية، ولها دلالة أيضا مهمة حينما نحن في رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لا نقف عند الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، وإنما أيضا الثقافة والتاريخ والميراث الحضاري بين مصر والقارة الأفريقية أعتقد له دور مهم. أيضا هذه القضية أنا في تصوري أنها ستسهم بشكل كبير في جهد مصري أنا أتوقعه في المرحلة المقبلة، حينما تتحدث مصر أو يقع على عاتقها إنجاز التعبير تكسير الفجوة بين العرب والأفارقة. يجب أن نعترف أن لدينا بعض المدركات السلبية لدى الطرفين، وبالتالي رئاسة مصر في هذا التوقيت وحتى استضافة مصر أول قمة عربية إفريقية عام 1977 بالقاهرة، وجهدها في هذه المرحلة للعمل في هذا الملف الثقافي وهذا الملف الحضاري بين شمال القارة وجنوب القارة، أعتقد أنه قد يكون أحد الإسهامات الثقافية والحضارية المصرية في المرحلة المقبلة. دعني أربط ذلك بحدث مهم ستستضيف مدينة أسوان، وبالمناسبة يعني كان أحد ختام منتدى شباب العالم اختيار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وهذه نقطة مهمة جدا باعتبار أسوان ننظر إليها دائما بأنها هي بوابة مصر لأفريقيا وبوابة الأفارقة لمصر. أسوان ستستضيف في مارس المقبل ملتقى الشباب العربي الإفريقي، طبعا وهو ومن حسن الحظ أنه برعاية السيد رئيس الجمهورية. مثل هذه الملتقيات، مثل هذه الإشارة التي تتحدث عنها السيد الرئيس اليوم، أنا أعتقد أننا سنبذل جهدا جيدا في تقريب وجهات النظر بين العرب والأفارقة في العديد من الملفات ذات الطبيعة الثقافية والحضرية. الجانب الثاني، حينما تحدث الرئيس أيضا عن حركات التحرر الأفريقية ودور مصر التاريخي، ربما هو هذا هو العطاء المصري في الخمسينات والستينات في دعم حركات التحرر الأفريقية، لكن أيضا هو مرتبط بالعطاء المصري الجديد للقارة في دعم عملية التنمية وعملية التكامل الإقليمي. يعني أنا أتصور أن مصر صدرت اليوم رسالتين مهمتين للقارة الأفريقية. الرسالة الأولى، إذا كنا في الخمسينات والستينات قدمنا التحرر من الاستعمار للقارة، فنحن اليوم نقدم للقارة الأفريقية التكامل الإقليمي باعتباره نحن في عصر التكتلات. يعني صحيح. أنت تبحث عن قارة قوية، قارة ناهضة. ربما أيضا هذا بشكل كبير يلامس الهدف الاستراتيجي لأجندة 2063. وهنا أحب أن أشير أن دائما الخطاب السياسي المصري حينما يتحدث عن رئاسة الاتحاد هو يتحدث عن أجندة الاتحاد ولا يتحدث عن أجندة مصرية، هو يتحدث عن أجندة قارية للقارة الأفريقية تتحدث بأن القارة في سبيلها إلى أن تكون قارة متكاملة ومتحدة سياسيا. حقيقة يمكن يعني دور مصر تاريخي في القارة الإفريقية من ناحية دعم حركات التحرر السياسي. أنا بس محتاج من حضرتك نلقي نظرة تاريخية على هذا الدور وإحنا بنتكلم على رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، لأن أمامي الكثير من النقاط قبل ما نخش في النقاط اللي كانت مطروحة، نتكلم حول هذا الدور وأهميته ومدى استشعار الأشقاء في إفريقيا لهذا الدور بعد كل هذه الفترة. أنا أتصور أن هناك امتنان إفريقي حقيقي للدور المصري في عملية مكافحة الاستعمار. ربما كانت فترة الخمسينات شهدت العديد من الحالات والدعم بأشكاله المختلفة. أولا الدعم على مستوى المؤسسي حينما سعت مصر بالتعاون مع القادة الأفارقة في هذه المرحلة لتأسيس كيان جامع وشامل يضم كافة دول القارة الأفريقية ويدافع عن مصالحها. يعني حتى إذا تأملنا يعني الرؤية المصرية لمنظمة الوحدة الأفريقية هي تقريبا لا تختلف عن الرؤية الحالية باعتبارها إطار أو وعاء شامل وجامع للعمل الجماعي الإفريقي. على المستوى السياسي دعمت مصر حركات التحرر بكل ما تستطيع، سواء في المحافل الدولية في المحافل الإقليمية، وحتى تنمويا كانت نقطة مهمة في إعادة بناء الدول التي خرجت من مرحلة الاستعمار. ربما نقطة أيضا كان هناك دعم بطبيعة خاصة دعم عسكري لبعض الحركات الوطنية بشكل كبير. مصر حرصت بشكل كبير أيضا على عدم التورط في أي نزاعات داخلية داخل القارة الأفريقية. تصوري دعم قدم بشكل مختلف في الخمسينات والستينات وما زال عطاؤه مستمر حتى الآن، حينما أنشأت مصر في الخمسينات
الإذاعات الموجهة للقارة الأفريقية. وكانت هنا هنا البداية، بحيث أن هذه الإذاعات الموجهة كان زعماء النضال السياسي والتحرر من الاستعمار يوجهون رسائلهم الوطنية إلى شعوبهم من القاهرة. استمرت هذه الإذاعات ولكن برؤية مختلفة وفق رؤية تنموية. حتى الآن نحن نتحدث عن تقريبا 19 ساعة من البث اليومي، نتحدث عن بث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وبلغات إفريقية، الهوسة والسواحيلي والعفري والأمهري والصومالي. إذن أنت مستمر في عطائك الثقافي أيضا لهذه القارة. ربما تاريخيا لدينا الجمعية الإفريقية، وهي تقريبا مر عليها كافة زعماء القارة الأفريقية، وبالتالي أنت في هذه المرحلة كنت إنجاز التعبير بيت الأفارقة. كانت القاهرة بحق بيت الأفارقة. حتى دائما حينما نطلق على الجمعية الأفريقية أو نطلق حتى على معهد البحوث والدراسات الأفريقية حاليا وكلية الدراسات، نسميه بيت الأفارقة باعتبار أن الزعماء التاريخيين والأباء كذلك. أيضا هناك كان يعني الثمرة التي خرجنا بها من هذا الأمر، تقريبا لا يوجد شارع في القارة الأفريقية إلا ما فيه اسم من أسماء الزعيم جمال عبد الناصر. هناك جامعة في غينيا عليها اسم الزعيم جمال عبد الناصر. حتى في القاهرة لدينا العديد من أسماء الشوارع التي تحمل أسماء الزعماء الأفارقة. أنا أتصور أن هذا الميراث له دلالة مهمة باعتبار مصر داعم لهذه الدول في حركات التحرر والتنمية، وبالتالي أيضا سيخلق ما يمكن أن نسميه استقبال الطروحات المصرية بنفس مختلف. يعني ربما الأفارقة يرتبون قبل القوى الاستعمارية التقليدية، سكت فرنسا، بريطانيا وبعض الدول وإيطاليا والبرتغال. حينما تتحرك مصر اقتصاديا بأي مشروع تنموي قبل القارة الأفريقية، أنا أعتقد أن هذا الميراث في دعم حركات التحرر سيكون عنصر، يعني عنصر للتقارب الاقتصادي والتنموي. يعني أنا أذكر جيدا سفير دولة جنوب السودان في أحد الندوات منذ أسبوعين تحدث بشكل واضح، الدولة الأولى التي لها الأولوية في الاستثمار في دولة جنوب السودان هي جمهورية مصر العربية. هذا ميراث حقيقي في العلاقات بين مصر وأشقاء الأفارقة. طب هتسمح لي قبل ما نكمل، ينضم لينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام السيد السفير جمال بيومي الفيلسوف والكاتب ومساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا، مساء الخير. سيد سفير، بكل تأكيد مصر تعود لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مصر تعود بأجندة تنموية متكاملة، يعني في تقديرك أنت المغزى وأبرز النقاط الأساسية التي استوقفتك أنت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم؟ يعني طبعا كما هو واضح هي زيارة متعددة الأطراف ومتعددة النتائج. طبعا الهدف الرئيسي هو رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وتسلم الرئيس لهذه الرئاسة. طبعا هناك لقاءات جانبية، واحدة مع السكرتير عام الأمم المتحدة، لقاء ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا. كل هذه نتائج لهذه الزيارة، وميزة زيارات الرئيس أنها لا تقتصر على الهدف منها فقط وإنما تتعدد الأهداف وتتكرر. خطاب الرئيس كان خطابا شاملا ونقل الاهتمامات الإفريقية تماما كما ينبغي أن تكون. على مقدمة هذا هو الوضع الغير عادل الذي تلقاه القارة الإفريقية كقارة مظلومة وأفقر قارات العالم المعاصر. فهي قارة تخرج منها تدفقات مالية إلى الخارج أكثر مما يدخلها من أموال، وذلك نتيجة المديونية الإفريقية ونتيجة دفع قيمة الواردات إليها، وصادراتها لا تغطي هذين العبئين. بالتالي أفريقيا يجب أن تسعى، وهذا ما يسعى إليه منصب الرئاسة المصرية، إلى إيجاد نوع من التوازن العادل في علاقات الاقتصاد والتجارة الدولية بين أفريقيا وشركاء الأساسيين. هدف آخر طبعا واضح من خطاب الرئيس، وهو الدعوة إلى التكامل بين أو الاندماج بين مناطق التجارة الحرة. فمصر كانت رائدة في الانضمام إلى الكوميسا، وهي السوق الإفريقية المشتركة لبلدان شرق وجنوب القارة، والآن تنضم إلينا منطقتين للتجارة الحرة أيضا، بحيث يصبح منطقة التجارة الحرة واحدة وكبرى تضم نحو 50 دولة. هذا يوسع حجم التجارة. والخبر الجيد هنا أن تجارة مصر مع إفريقيا في السنوات الأخيرة تضاعفت عدة مرات. أيضا الخبر الجيد أن التجارة مع إفريقيا تحقق فائضا في الميزان التجاري لصالح مصر. لكي نستكمل صورة التجارة ينبغي أن نبذل جهدا كبيرا في موضوع الاستثمار، لأن التجارة يعني استنزفت كل ما يمكن من جهود، ولا بد أن نستثمر في إفريقيا
في بالذات مجال الغذاء وزراعة الأراضي الشاسعة في إفريقيا. لدينا تجارب أولية تشير إلى إمكانية ناجحة لزراعة القمح في إفريقيا أو لإنشاء شركات لاستيراد الأخشاب. كل هذه يعني أشياء عديدة تدخل دائرة اهتمامات مصر في اتجاه هذه القارة. ثم كما تحدثنا عن التعاون الثلاثي، إفريقيا تحتاج للتمويل، تحتاج لخبرة مصر وللتمويل الذي يمكن أن تجذبه مصر من بلدان العالم العربي أو من الاتحاد الأوروبي. وأظن الاتحاد الأوروبي وافقنا في الاجتماع الذي حضره سامح شكري مؤخرا في بروكسل حول الموافقة على قيام تعاون مثلثي بين أوروبا ومصر في إفريقيا. أستاذ سفير، الرئيس اليوم أشار إلى الآباء التاريخيين فيما يتعلق بمنظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي حاليا منذ عام 63، كذلك أشار إلى دور مصر في دعم حركات التحرر السياسي. يعني في ظل الكثير من التحولات السياسية والاستراتيجية سواء التي حدثت في مصر أو في العديد من الدول الإفريقية، مصر الآن تعود إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، إلى أي مدى يعني في تقديرك أنت مصر تستطيع من خلال هذا الإرث التاريخي الكبير أن تقدم يعني من خلال رئاستها نهضة تنموية مختلفة سواء من خلال التعاون الثلاثي أو من خلال الثقل المصري التاريخي في إفريقيا؟ هي مصر ولحسن حظنا وشيء معروف وجه مقبول في إفريقيا نتيجة الهجرات السابقة وحركات الاستكشافات التي قام بها العصر الفرعوني في مصر، بل أن هناك قبائل في إفريقيا تزهو وتعتز بأن لها أصول فرعونية وتكتب هذا في نشراتها الترويجية للسياحة. أيضا في عهد محمد علي واستكشافات أعالي النيل والنفاذ إلى إفريقيا، ثم يأتي العصر الذهبي في عصر الرئيس جمال عبد الناصر والزعماء الأفارقة الذين أشار إليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كفاحنا من أجل استقلال الكونغو والزعيم لومومبا الذي اغتيل في بلده وقامت مصر بدور كبير جدا في استقلال الكونغو، عملنا من أجل استقلال الصومال وما قام به الشهيد كمال الدين صلاح الدبلوماسي المصري الذي اغتيل في الصومال وهو يحاول أن يحافظ على استقلال الصومال، كلها تاريخ جيد. ثم ننتقل لعصر أحدث عندما اهتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بطرس غالي بإفريقيا، وأنا شخصيا أشهد أن كبار الأساتذة والكتاب في إفريقيا كانوا يأتون إلي لأتوسط لدى الدكتور بطرس غالي ليكتب مقدمة كتبهم. هذه يعني أشياء نلمسه كسفراء في إفريقيا، أننا وجه مقبول محترم لكل هذا التاريخ، ولأننا خير من يمثل إفريقيا في مختلف المحافل الدولية. بلغة الأديب والفيلسوف والدبلوماسي، يعني إلى أي مدى في تقديرك الدور المصري الناعم في إفريقيا من خلال مؤسسات مصر المختلفة يمكن أن يزهو مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي؟ يعني هناك أوجه متعددة لهذا. مصر البيضاء ينظر إلى الأفارقة بفخر لأنها هناك دولة إفريقية بيضاء، ومصر السوداء دولة النوبة يفخرون أن هناك حضارات سوداء أيضا، ومصر الإسلامية الأزهر الشريف ودوره في إفريقيا والدول الإسلامية الإفريقية، يكفي أن أشير لرقم 50,000 مبعوث من الدول الإسلامية عموما ومن إفريقيا خصوصا يدرسون في الأزهر الشريف ومبعوثي الأزهر في مختلف البلدان الإفريقية الإسلامية. الكنيسة القبطية المصرية، وأنا أفخر بأنني مثلتها عندما كنت سفيرا في الكاميرون لدي الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، وكان أحد قسوسها قس مصري قبرصي الأنبا بطرس. إذن أنت تتكلم عن ثقافة متعددة الجوانب مقبولة بكل شكل، وأنا لمست هذا بنفسي وألمسه كل زملائنا من المبعوثين المصريين في طول القارة وعرضها. لدينا تمثيل دبلوماسي كثيف غير مكلف بالمناسبة، ولدينا أكبر تمثيل لإفريقيا في أي عاصمة في العالم موجود في القاهرة. إذن أدواتنا كبيرة، وأنا أدعو هنا إلى فتح مجالات جديدة لإفريقيا
مجال التعليم ألا يقتصر على الأزهر، لأن إفريقيا صارت منبوذة في أوروبا ويبحثون عن أماكن يعلمون فيها أبنائهم، ومصر خير مرشح لهذا. النواحي الصحية ينبغي أن تكون القاهرة مركزا للعلاج للقارة الإفريقية وللدول العربية وتستعيد هذا الدور المهم جدا. أيضا المباحثات التي تؤدي إلى إيجاد مجالات جديدة للاستثمار. الآن تعميق العلاقات مع إفريقيا لم يعد يقتصر على التجارة كما هو الحال في الدول العربية، أيضا ينبغي أن نفكر جديا في الاستثمار، وهذا يتطلب طبعا الإسهام في مزيد من الأمن واستثبات الاستقرار في القارة، لأن عدم استقرار الأمن هو أكبر تهديد لثبات التجارة والاستثمار. وهنا يأتي اقتراح مهم للرئيس، وهو قيام صندوق لضمان وحماية الاستثمارات المصرية في إفريقيا. هذا مشروع جيد، وأتمنى أن يكون رأس ماله بمئات الملايين، لأن هذا مهم جدا، إلى جانب الوكالة المصرية للتنمية في إفريقيا. وأنا أدعو هنا إلى مضاعفة رأس مالها 10 مرات، لأنها يمكن أن تستوعب الكثير والكثير من فرص الاستثمار في إفريقيا. أشكرك جدا المفكر الكبير السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا. بعود مع حضراتكم مشاهدين الكرام لضيفي في هذا الحوار الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية. دكتور من جديد أهلا وسهلا. بكل تأكيد سيد سفير طرح مجموعة من النقاط المهمة، أنا بستكمل مع حضرتك الكلمات الرئيسة اللي كانت موجودة في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس كمان استعرض الضغوط والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية اليوم. ربما أشار الرئيس اليوم إلى جملة من الضغوط والتحديات ربما كانت جاهزة في الملف المصري، حينما تحدث بشكل واضح عن الإرهاب باعتبار أحد القضايا التي تواجه قضية أحد الإشكاليات التي تواجه قضية التنمية في القارة الأفريقية. ربما ما يميز الطرح المصري في التعاطي مع قضية الإرهاب في تصوري، أولا فكرة المقاربة الشاملة، يعني مصر حينما تتعامل مع الإرهاب لا تركز على البعد الأمني أو البعد السياسي أو البعد الاقتصادي، يتحدث عن حزمة من المقاربات والمدخلات يدخل فيها أيضا البعد الثقافي والبعد الديني لمواجهة هذه الظاهرة أو الآفة الخطيرة. أتصور كانت هناك إشارة مهمة جدا اليوم حينما تحدث عن عنوان القمة، اللاجئون والنازحون والعائدون والمشردون قصريا، حينما ربط بين هذه الأمور وقضايا التنمية في القارة الأفريقية. دعنا نكون منصفين بشكل واضح أن قضية اللاجئين أو النزوح القسري أو النزوح الداخلي في القارة الأفريقية هو مرتبط بالأساس بأزمات داخلية تعانيها القارة. يعني لدينا بالتحديد في منطقة وسط القارة الأفريقية المثلث الذي يجمع أفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو على سبيل المثال، لدينا أزمة كبيرة من النزوح الداخلي بين هذه الدول وبين اللاجئين أيضا بين هذه الدول. ربما حل الأزمات السياسية سيكون مدخل مهم جدا إلى مواجهة مثل هذه الأزمة. أيضا قضايا التنمية لأنها تفرز إشكاليات حقيقية تضطر إلى الهجرة غير الشرعية وقضية لاجئين خارجيين وقضايا التجارة في البشر، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا المدخل المهم، المدخل التنموي، هو الحل الحقيقي لحل قضايا الإرهاب، لحل قضايا اللجوء، لحل قضايا التجارة في البشر. أنا أتصور أيضا كان هناك إشارة برضو أيضا من الرئيس في هذه النقطة حينما تحدث عن ترسيخ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. تمام. أنا أميل دايما إلى أن كل منطقة جغرافية وكل إطار وسياق حضاري وثقافي له خصوصيته، وبالتالي قضايا القارة الأفريقية مختلفة إلى حد كبير عن القضايا في بقع جغرافية مختلفة، وبالتالي هنا البحث عن أرضية وطنية، البحث عن حلول من داخل القارة قد يكون مدخل مهم. يعني على سبيل المثال نحن لدينا قضية التحول الديمقراطي في أفريقيا، نحاول أن نطبق النماذج الغربية لهذا التحول الديمقراطي والآليات الغربية خاصة في الانتخابات، لكن لا نفرز أحيانا ديمقراطية بالمعنى الحقيقي. صحيح. ربما نتبادل الأدوار ويأتي نفس الأشكال ونفس الوجوه تعبر عن الحزب بشكل أو بآخر، وبالتالي أنا أعتقد أن فكرة الحلول التي تنبع من داخل القارة الأفريقية مسألة في غاية الأهمية، ربما لمواجهة الإرهاب، لمواجهة اللجوء، لمواجهة الهجرة والنزوح الداخلي. دكتور كمان الرئيس الحقيقة تكلم كمان عن شركاء دوليين لإفريقيا، وقال إن دي فرصة حقيقية لتحقيق المصالح المشتركة. سيد سفير جمال بيومي أشار منذ قليل لفكرة التعاون الثلاثي بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، يعني إلى أي مدى في تقديرك بثقة مصر يمكن أن تعطي دفعة لهذا التعاون؟ أنا أتفق تماما مع طرحه سيد سفير في قضية أن يعني إذا أردنا أن نبحث بقى عن العطاء أو البصمة المصرية لرئاسة الاتحاد الأفريقي
أنا أعتقد فكرة استغلال مكانة مصر الإقليمية والدولية، ودي جزء من فلسفة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي خلفت الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا. الفكرة هنا تقوم بالأساس أن مصر بطبيعة الحال هناك موارد اقتصادية محدودة بالذات في الجانب المالي، لكن لدينا علاقات سياسية ولدينا ثقل إقليمي مع شركاء دوليين، نستغل مثل هذا الثقل ومثل هذه العلاقات لصالح الشركاء في القارة الأفريقية. أنا أعتقد هذه الفلسفة كانت واضحة بشكل كبير حينما دعت مصر لدورات ثلاث لمنتدى الاستثمار في أفريقيا في 2016 و2017 و2018، ونجحت بشكل كبير في الدعوة له من خلال التعاون مع الاتحاد الأفريقي، الكوميسا، بنك التنمية الإفريقي، بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي. أنا أعتقد فلسفة هذا المنتدى بالأساس تقوم على فكرة جوهرية، وهي أنه أول مرة منتدى إفريقي، وبالتالي أنا على أرضية إفريقية أفكر في قضايا القارة الإفريقية، وعلى أرضية إفريقية أبحث عن حلول لهذه القارة الإفريقية. ولكن هناك نوع من البراغماتية موجودة أن القارة الإفريقية تواجه مشكلة في التمويل، أن جزء كبير جدا من اقتصاد القارة الإفريقية يعتمد على الشركاء الدوليين. صحيح. يعني إذا أخذنا مثال بسيط جدا وهو حجم التبادل التجاري بين القارة الإفريقية والعالم، سنجد على سبيل المثال أن لديك 70 مليار دولار حجم تجارة الأفريقية، رقم ضعيف جدا، تتكلم في 55 دولة داخل الاتحاد الأفريقي، 70 مليار دولار يعني لا تمثل تقريبا 7 أو 8% من حجم تجارة القارة الأفريقية، بينما القارة لديها 100 مليار دولار مع دولة مثل الهند، 200 مليار دولار مع دولة مثل الصين، مع الاتحاد الأوروبي قرابة 300 مليار يورو. بالتالي أنا لدي إشكالية، إذن الخارج شئنا أم أبينا هو جزء من المعادلة الاقتصادية في الداخل الأفريقي، هو جزء من المعادلة الاقتصادية في اقتصاد القارة الأفريقية والتنمية. وبالتالي كان تصور مصر في هذا المنتدى أو الفلسفة اللي قام عليها هذا المنتدى هو خلق نوع من التشبيك الثلاثي بين الحكومات الأفريقية، مجتمع المال والأعمال الإفريقي، والشركاء الدوليين. ربما كانت هناك أيضا هذه الإشارة الواضحة من الرئيس اليوم حينما خاطب الشركاء الدوليين، يعني دعنا نكون منصفين، نحن نتحرك في اقتصاد عالمي، نحن جزء منه، ربما قد نكون احنا الحلقة الأضعف في هذا الاقتصاد، الحلقة الأضعف في الاقتصاد الأفريقي بأنه يعتمد بشكل كبير، يعني ربما القارة الأفريقية الآن لديها صورة مختلفة فيما يتعلق بقضايا الاستثمار وقضايا التنمية عن الماضي، لكن فعليا أنت للأسف القارة الأفريقية تعتمد على تصدير المواد الخام المواد الأولية ولا تعتمد على التصنيع، وبالتالي هذه ثغرة في الاقتصاد الأفريقي، بل بالعكس كمان بتتحمل تبعات التقدم التكنولوجي بشكل كبير، يعني بالضبط في قضايا التغير المناخي، يعني أنت تدفع ضريبة وبالتالي أنت تظل في احتياج لهذا الشريك الدولي حتى تأخذ. لكن أنا أعتقد هنا الرؤية تكون في النظرة المتوازنة للتعامل مع الشريك الدولي، بمعنى أن أنا أبحث عن تنمية مستدامة حقيقية داخل القارة الأفريقية، أبحث عن مجالات تخدم سوق العمل في القارة الأفريقية، أبحث عن مجالات تنمي موارد القارة بشكل كبير، أبحث عن مجالات لا تخلق العلاقة بين الطرفين عدم توازن أو عدم تجانس. يعني يجب أن يكون هناك إلى حد لن نقول ندية بطبيعة الحال، نحن نتعامل مع كيانات اقتصادية كبرى، ولكن نحن نتحدث على علاقات اقتصادية متوازنة بين القارة الأفريقية والشركاء الدوليين. لها كمان يعني فكرة وجود أطر للتعاون المختلفة مع المؤسسات الدولية، مصر كمان يعني لديها رؤية في هذا الإطار فيما يتعلق بأهمية تمثيل القارة الإفريقية في مجلس الأمن الدولي. نعم. وفي المؤسسات الدولية، وأعتقد أنها يعني بتشتغل على هذا الإطار. نعم، يعني أنا أعتقد، وحتى الاتحاد الأفريقي يذكر له أنه هناك لجنة داخل الاتحاد الأفريقي، ودي من الآليات اللي تعتبر في الاتحاد الأفريقي ذات ميزة نسبية، أن هناك العديد من الرؤساء دول القارة الأفريقية، كل رئيس يحمل ملف من الملفات، يعني بجانب الرئاسة الدورية للاتحاد كل رئيس من الرؤساء لديه ملف يتحمل عبء، يعني مثلا ملف الليبي، ملف تغير المناخ، ملف الإصلاح، ملف الديمقراطية والحكم الرشيد، ملف إصلاح مجلس الأمن. فملف إصلاح مجلس الأمن أحد الملفات التي تطلع بها القارة الأفريقية. أنا أعتقد القارة الأفريقية الآن أصبحت في تصوري أنها قارة مختلفة تماما عن قارة الماضي، بمعنى أن القارة في الماضي كانت هي الصورة التقليدية للقارة الأفريقية، قارة الفقر والجهل والمرض. أعتقد هذه الصورة أصبحت من التاريخ. نحن الآن أمام قارة، أولا من الناحية السكانية هي قارة شابة، تقريبا 60% من سكان القارة الأفريقية فئة الشباب، بلغة الاستراتيجي أو الديموغرافي السكان، هذه مكامن قوة داخل القارة الأفريقية. صحيح. يعني 20-50 أعتقد 80% من سكان القارة يكونوا فئة الشباب، فدي عنصر قوة. النقطة الثانية، أهمية القارة جعلت لهذه القارة 10 شراكات استراتيجية مع القوى الدولية الكبرى،
في اللحظه الراهنه، يعني القاره لديها شراكه مع الولايات المتحده كاتحاد افريقي واوروبا والصين واليابان والهند والبرازيل وكوريا الجنوبيه واستراليا والجامعه العربيه. اذا انت في موضع قوه. الاتحاد الافريقي اتخذ قرار انا اعتقد من اصعب القرارات في تاريخه، وهو التحدث بصوت واحد في المحافل الدوليه، وهذا كان واضح حتى حينما رأت مصر لجنة تغير المناخ في الاتحاد وتحدثت في قمة باريس عن القضايا التي تواجه القارة في قضايا التغيرات المناخية. واضح حتى في تمثيل مصر في مجلس الأمن للقارة الأفريقية. إذا نحن أمام قارة لها صوت واحد في المحافل الدولية. حتى القارة أيضا حينما تتحدث عن إصلاح الهيكل المجلس الأمن الدولي وضرورة أن نعدل فكرة الفيتو، ضرورة أن يكون هناك تمثيل للقارة الأفريقية داخل هذا المجلس، هذا مكمن قوة في القارة الأفريقية. الأكبر من ذلك أو الصورة الأشمل في قوة القارة الأفريقية حينما دعت القارة لوجود أجندة خمسينية أو أجندة استراتيجية للقارة الأفريقية المعروفة بأجندة 2063، وذي أول مرة في العمل الجماعي الإفريقي تفكر القارة الأفريقية بتفكير استراتيجي هي تستبق للمستقبل. يعني في 2013 تضع أهداف للاستراتيجية، بل إنها وضعت مراحل مفصلية أو مراحل عمل متوسطة المدى وقصيرة المدى. يعني على سبيل المثال حينما تحدثت القارة عن استراتيجية 2020 لإسكات البنادق باعتبارها الخطوة الأولى لإنهاء الصراعات السياسية في القارة الأفريقية. إذا قارة بهذا المنطق أعتقد يحق لها أن يكون لها تمثيل في مجلس الأمن الدولي باعتبارها كتلة سكانية كبيرة. يعني حتى دائما تجد القوى الدولية الكبرى تركز على أفريقيا بالنسبة للكتلة التصويتية. أنت تقريبا القوة التصويتية الثانية بعد قارة آسيا في الأمم المتحدة، وبالتالي هناك عرف داخل الاتحاد الأفريقي بأن هناك شبه تصويت جماعي في بعض القضايا المتفق عليها داخل الاتحاد. الحقيقة كمان سيد سفير لو حضرتك ركزت في المكالمة كان بيتكلم كمان على واحنا بنتكلم على الدور الناعم المصري في افريقيا، مش بس الازهر والكنيسه، ولكن هو طالب بفتح افاق جديده لتعاون. مصر اصبحت متقدمه علميا، يمكن ان يكون في تعاون في هذا الاطار كمان في المجال الصحي. انا اعلم انه كان هناك دور كبير لمصر في المجال الصحي في افريقيا، ولكن الدور يمكن ان يتعاظم خلال المرحله القادمه. حضرتك بتشوف هذه النقاط ازاي؟ انا اعتقد ان قوه مصر الناعمه في افريقيا تقريبا لا تقل ان لم يكن تزيد على القوى الصلبة أو القوى الخشنة، يعني الأدوات الاقتصادية والأدوات السياسية والدبلوماسية. لا، لدينا العديد من أدوات القوى الصلبة، يعني حتى يعني بجانب الأدوات التي تفضل وذكرها السيد سفير، احنا لدينا أولا فئة الشباب في مصر، وأصبح لدينا مكون شبابي مهم يعني ويقبل حتى على دراسة اللغات الأفريقية. هذه قوة نعم عليك حينما تتعاطى. ونجحت العديد من الوزارات للأمانة في خلق منتديات شبابية مصرية أفريقية زي وزارة شباب الرياضة، وزارة الثقافة، جامعة القاهرة. يعني لدينا نماذج للاحتكاك بين الشباب المصري والشباب الأفريقي. اسمح لي، هذه قوة ناعمة مصرية. لديك في الجانب الإعلامي نقطة مهمة، يعني مع تدريب الإعلاميين والإذاعيين الأفارقة ده بشكل دائم. كويس أن حضرتك ذكرت النقطة دي، رأيي يعني ده حقه. بالظبط حقه. يعني هذا المعهد يعني تقريبا استضاف ما لا يقل عن 4000 اعلامي واذاعي وصحفي افريقي. ده باستمرار، يعني الدورات باستمرار عربيه وانجليزيه وفرانكوفون. صحيح بالظبط. هذه قوه ناعمه لك، بمعنى انا لن اكون بطبيعه الحال هؤلاء الصحفيين والاعلاميين اتباع ليا، ولكن على الاقل سيظل في مخيلتهم من الذي علم، من الذي درب، من الذي قدم ادوات القدرات الشباب. فعشان كده انا دائما اميل ان العطاء المصري الحقيقي للقاره الافريقيه هو بناء القدرات. لما تدخل مع القارة الأفريقية في بناء قدرات لهذه القارة، هذا نقطة من أدوات القوى الناعمة. ربما البعض يستغرب، شركة المقاولون العرب، شركة المقاولون العرب في أفريقيا رغم أنها تعمل في كما نقول في القوى الخشنة أو القوى الصلبة، لكن شركة المقاولون العرب تقوم بإجراءات مع الدول الأفريقية تصب في صالح القوى الناعمة المصرية. ده صحيح. على سبيل المثال هي من البداية المقاولون العرب فرع كوت ديفوار، المقاولون العرب فرع كينيا. إذا أنت تخاطب العقلية الوطنية الأفريقية، أنا جزء منك. نعم. يعني عاملة المنفذ الوحيد كمان لأدس على هناك. بالضبط. يعني طريق بري كبير. طريق بري كبير. وبالتالي أنت تخاطبه. أنا جزء من اقتصادك. فأنا مش جاي أكسب بس كمستثمر، لا، ده أنا جاي أنميك. والدليل على ذلك نجاح شركة مقاولون العرب في سد ستيجلر جورج، يعني وكان مكسب للعطاء الدور المصري. مقاولون العرب أيضا في ذات الوقت يقوم ببناء منشآت، مثلا عيادات طبية، مسجد، وحدة ثقافية لتعليم اللغة. المقاولون العرب بعد أن ينتهي من مشروعاته في منطقة من المناطق يقوم بإهداء هذه المنشآت لأهل هذه المنطقة أو القرية. دي أدوات قوة ناعمة. أنا في رأيي بقى الأهم هو يقوم بتوظيف عمالة محلية إفريقية بجانب العمالة المصرية. ده نقطة. أنا أقدم رسالة أننا
استثمر واقيم مشروعات وانمي العماله المحليه داخلها. انا اعتقد هذه ادوات مهمه، ربما ايضا من ضمن الادوات في تصوري تطوير البعثات التعليميه. يعني مصر لدينا مثلا على سبيل المثال الازهر الشريف، والازهر الشريف للامانه لم يعد يقتصر على العلوم الشرعيه فقط، هناك علوم غير شرعيه في جامعات الازهر الشريف، وتستقبل الازهر هذا العام بالمناسبه هو ممثل منطقه شمال افريقيا في اتحاد الجامعات الافريقيه، وسيستضيف فعاليات افريقيه كثيره على مدار العام، سواء كان مؤتمر للتعليم لاتحاد الجامعات الافريقيه، سواء لاول مره اولمبياد لشباب الجامعات الافريقيه. انا اعتقد اصبح الازهر يلعب دورا ثقافيا وتنويريا بجانب الدور التقليدي، يعني حتى الازهر الشريف لديه في اللحظه الراهنه وهذا اطار جديد خالص، مركز الازهر لمكافحه التطرف، ولديه وحده داخل هذا المركز للغات الافريقيه، ترصد الجامعات الافريقيه باللغات الافريقيه نفسها، وبالتالي هذا نوع من التفاعل بحيث ان هو يرصد هذه الجامعات ويبحث عن حلول شرعيه لمواجهه مثل هذه الجامعات، الجولات التي قام بها فضيله الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر لبعض الدول الافريقيه وستتوالى هذه الجولات. انا اعتقد ان تتقدم الاسلام الوسطي المعتدل للقاره الافريقيه. دور الكنيسه القبطيه لا يقل عن دور الازهر خاصه في بعض المناطق. انا اعتقد هنا ذكاء الدوله المصريه والتفكير المستقبلي كيف أوظف الأزهر في بعض المناطق تحديدا مناطق الحزام الإسلامي في غرب أفريقيا، وكيف أستفيد من دور الكنيسة القبطية في منطقة الوسط والجنوب، وكيف أستفيد من البعثات التعليمية. يعني إحنا في مرحلة معينة دولة جنوب السودان حينما قامت أول مجلس وزراء في جنوب السودان كان أغلبه خريج الجامعات المصرية، هو بطبيعة الحال طبعا لن يدافع عن المصالح المصرية، ولكن على الأقل سيظل في مخيلتي في إدراكي أنه كان ابنا من أبناء التعليم في مصر، وبالتالي سيكون جسر للتواصل بين مصر والقارة الأفريقية. كمان يا دكتور قبل ما يفوتنا الوقت، كمان التعاون في المجال الصحي. نعم. مصر كانت بتقوم بدور كبير جدا، وأنا شخصيا تابعت الكثير من البعثات الطبية اللي كانت بتقوم بها مصر سواء في معظم الدول الإفريقية. نعم. وبنجاح منقطع النظير، لأن حضرتك لا تتخيل كم الفرحة والانتظار للأطباء المصريين من جانب الأشقاء في إفريقيا، بينظروا إلى الطبيب المصري على أنه عالم بشكل كبير جدا. بالزبط. ويقال أن البعثة الطبية المصرية لها دور كبير جدا. مصر تستطيع خلال المرحلة القادمة أن تفعل هذا الإطار يعني بجانب من التعاون. أنا أعطي حضرتك ثلاث أمثلة يعني سريعا أن أنا أعرف الوقت. يعني أولا لدينا مركز دكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب. كم العمليات التي يقوم بها بفريق طبي متكامل، كانت دولة أثيوبيا مثال حي جدا، يعني حتى في اللحظات اللي كان هناك توتر في العلاقات بين البلدين على خلفية سد النهضه كان يجتذب بشكل كبير قلوب الأثيوبيين. صحيح، له تأثير كبير. لدينا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والقطاع الصحي يحتل مكانة مكبرة كبيرة داخلها، ولعبت دورا كبير في مواجهة وباء الإيبولا في غرب أفريقيا. بعثات الأزهر الشريف بالمناسبة أرسلت قوافل طبية وهي قوافل صحية، يعني قامت تقريبا حسب الإحصائيات الرسمية داخل الأزهر ب 18,000 عملية. يعني إذا أنت عفوا 18,000 معالج مريض بينهم 4,000 عملية طبية وجراحية. إذا هذا الدور أنا في اعتقادي هو قوة ناعمة حقيقية. صحيح. للدولة المصرية، وهو ده بقى دور بناء قدرات، أنت تقدم شيء يحتاجه المجتمع والمواطن الإفريقي، وهذا الذي سيترك الأثر باعتبار أن العلاقات بين الشعوب لديها مكس مساحة، لديها مكانة كبيرة، ستكون بطبيعة الحال لصالح المصالح الاستراتيجية المصرية. شرفتني جدا في هذا الحوار يا دكتور. بشكرك جدا الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.